حتى الاطفال اللي كيجيو لدار الشباب ما يبنوش غير من اللي كنسخلو، فكاين عندنا اللي كنسخلو وفي نفس الوقت كنمشيو في الفولي الثاني اللي هو ديال التحسيس. ديال الانشطه وبالخصوص انشطه التكوين، مجال التكوين الاطفال الرياضيه والثقافيه والتربويه، كما تستعمل كفضاء انشطه الاطفال صبيحه يوم الاحد. وهي بعد قيمة القاعات على المهم مع ذلك كنحاول نتغلبوا على الصعوبة هذه بالتوزيع الزمني اللي كيشمل فترتين المساء من 4 ل 6 ومن 6 ل 8 اجتماعات تنظيمية أو إعداد الأنشطة اللي كتكون في الصبيحات، لأن غالبا الصبيحات كتكون أنشطة يعني عادية، وكاين الإقبال تيكون مكتف من 4 فما فوق، من 4 حنا كنشتغلوا على حصتين، الحصة الصباحية كتبدا من 10 نشوص، الحصة المسائية من 4 حتى 8 ليلا بما في ذلك الفضاءات الرياضية اللي غنشوف. مركز تكوين مهني تبريكت بسالة تابع للمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسالة. هناك زيارة اليوم بمركز تبريكت للسيدة رئيسة مجلس البلدي والسيدة المسؤولة الإقليمية للشؤون الصحية. هذه الزيارة اللي جاتنا اليوم بصدد لتأهيل المركز تبريكت هو لتأهيل هذا المركز. عبد الله انا اصلا المفارقه العجيبه والغريبه هو ان صراحه هذه عيشه دارت تقول له في حقه في ساحه تاع القطاع الخاص، القطاع الخاص الجمعيه تقول شي كيف هادشي؟ هذا كنسمعنا السي عبد السلام كنسمعنا لا 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 والله من زين التقيت وسعيد شكرا لك. في الامارات ومؤخرا قطر في اطار مهرجان شعري قاموا بمسرحيه شعريه وكانت مشات معهم حتى الاخت هاجر جندي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المرسلين. في هذه الاثناء اننا نتواجد بدار الشباب تبريكت في اطار تفعيل اجتماع اللجنه المحليه للمبادره الوطنيه للتنميه المحليه اللي كتنشط بقطاع المزرعه دائره المزرعه، وكان عندنا اجتماع سابق لاننا كانت هي سابقه لاننا نزلوا الارض الواقع وندرسوا المشاريع اللي ان شاء الله اللي غتخدم السكينه مدينه سلا وكذلك شباب مدينه سلا. ودار الشباب تبريكت من الدور القديمه اللي خصها تزيد تنمى واللي خصها تزيد ان شاء الله توسع حتى تستوعب السكينه ديال مدينه تبريكت وخاصه المزرعه. وبهذه المناسبه كنشكر كل من السيده رئيس الدائره والساده القياد على استجابتهم لهذه السكينه وبرهانهم على ان تفعيل الخدمات وتفعيل كذلك المقترحات تفعيلها تفعيلا حقيقيا بنزولهم الى ارض الواقع ودراسه المشاريع الوعاءات العقاريه اللي يجب ان تستغل لفائده السكينه. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى دائره تبريكت المزرعه
تلقى انطلاقة جديدة ومتجددة لإرجاع الاعتبار لمؤسسة دار الشباب تبركت باعتبارها معلمة العمل الجمعوي بامتياز منذ 1968 إلى الآن. دار الشباب بجميع حساسيتها الجمعوية من أندية رياضية وثقافية وتربوية تتمين هذه المبادرة، وهي على أوبة الاستعداد لإبداء المشاريع الممكن إنجازها بالتعاون مع هذه المبادرة النبيلة الأهداف، ومعا جميعا نحو الأفضل لفائدة أجيالنا. شكرا لمنبر السفير 24.